سدد لكن بالفعل كان ثالث اسيا لكن في هذه الاولمبيه. عدى من ستار، عدى ولد رمضان، تمريره، جول اول لمنتخبنا. الله يا ريان، روعه يا ريان. احمد ياسر ريان بيسجل اول هدف منتخبنا قبل ان ينتهي الشوط الاول. هجمه في منتهى الروعه بيد رمضان، عدى بن ستار ولعب يا ولد تمرير على الارض الريان باللمسه الاولى في الاري من هذه الكرات. تغيير اتجاه اللعب خطيره، لا محاوله، لا لكن يا ولد يا كريم على وهذه عرضيه خطيره، لا محاوله كريم، ممكن فرصه للمنتخب الاسترالي لكن مرت الحمد لله، مرت لشن لكريم امام اربع لاعبين الان، لكن يلعب لصلاح محسن، خد كورته على يمينه، لعب كره عاليه في الامام، لو مرت من ستار على طول الكره من طاهر، ارتدت على طول خطيره للمنتخب الاسترالي. حجازي ركله حره غير مباشره، لعبت عاليه في الامام، ماركو تيليو عدى وانطلق ماركو تيليو، مرر كره خطيره، الشناوي يا بطل يا ولد الشناوي. وقت الاصل الشوط الثاني، الوقت سيمر طبعا يعني علينا بطيء، ممكن تمحي بيه اي صوره تظهرت بيها في اي محاوله للمرور من جانب المنتخب الاسترالي. مهاريين وهذه العرضيه، الاولمبي طبعا هو المنتخب الكوري اللي ضمن تواجده في الدور كثيرا في الشوط الثاني بالمباراه. تمريره بعرض الملعب، ريان يا ولد يا ريان على التمريرة، واحدة يا رمضان، انكشها رمضان في الكرة. أرزاني يلعبها عالية، الشناوي على سيب المساحة لرمضان، يا سلام يا أحمد، راح أحمد استلم تسديدة رويلز، ارتدت المنتخب الأسترالي. تمريرة أمام منتخب يمتلك عناصر في منتهى القوة بتمريرة، لكن يا سلام قراءة رائعة هذا الشناوي، يلا الهجمة المرتدة، جدا في ردوده، لكن هذه محاولة فيها خطورة عرضية المصري بتقريبا 8 لاعبين. استلام وتسديدة من منتخب المصري والمنتخب الأولمبي، ضربة رأس داخل بطيخة الجزاء، يلا عمار يا ولد رأسية، جول، لا يا رمضان، برافو عمار، روعة يا عمار، كان لازم الأول يا رمضان، عمار كان واخد مكان في منتهى الروعة يا ولد، راوغ وسدد صاروخ، ولكن العرضة تقف أمام منتخب. عدد للمنتخب الأسترالي، عمار يا 26 مباراة في الدوري المصري في هذا الموسم، خطيرة، لا زالت المنتخب الأسترالي مراوغة، مرور وتسديد، الحمد لله لمسها والركنية، لعبت عالية خطيرة الرأسية، الشناوي يا ولد، ومر يا ولد، ممكن مرة أخرى، يا سلام، جول لعمار حمدي، يا ولد يا